بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله نحل مع بعض في الفيديو ده الجزء الأخير في الوحدة الرابعة. ده آخر جزئيات في يونت 4، listen 5 and 6. أول سؤال بيقول the young man wasn't set free. كلمة set free معناها أطلق سراحه، يعني الشاب لم يطلق سراحه. since he had no not that he was innocent. innocent دي معناها بريء. هو لم يطلق سراحه لأنه، since هنا معناها لأنه ليس لديه دليل أنه كان بريء. وكلمة دليل يعني بروف. طبعا روف ده اللي هو السقف، وديس أبروفال اللي هو عدم الاستحسان الرفض يعني، وريموفال اللي هي الإزالة. رقم اتنين أن أنونيموس يعني غير معروف أو مجهول، يعني not donated 10,000 pounds for local charity. طبعا charity معناها منظمة خيرية ومحلية، local دي محلية. ايه غير معروف؟ تبرع ب 10,000 جنيها، يبقى اكيد ده بنفاكتور اللي هو الوصي الغير معروف، شخص وصي غير معروف. طيب رقم 3 our hearts were all on spending the weekend in the country until my brother broke his leg and we had to postpone the trip. postpone دي هتقابلنا تاني كذا مرة، فعايزك تعرفها كده ان postpone دي معناها يؤجل، بتساوي كلمة delay. في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. الفرق ان كلمة postpone دي verb فقط، لكن delay دي معناها يؤجل ومعناها تأجيل، يعني ترفع verb وتنفع noun. طيب فبقول لك ان قلوبنا كانت معلقة بي، متعلقة بي، يبقى were set on. عايزك تحفظ المصطلح، لما تقول my heart is set on يعني قلبي معلق بي. as I had a all along he wasn't a real businessman he turned out to be a crook. الراجل بيقول لك زي ما انا كنت شاكك فيه طوال الفترة اللي فاتت دي، هو لم يكن رجل اعمال حقيقة، يعني هو اتضح لنا انه كان كروك، يعني كان نصابا او محتالا. يعني طبعا بريتند يتظاهر، وانفنت يعني يبتكر او يخترع، وريسبكت يعني يحترم، وسسبكت يعني يشك. زي ما انا كنت شاكك هو ما كانش رجل اعمال، ده طلع نصاب. my cousin will have a lot of property. ابني هيكون عنده الكثير من البروبرتي الأملاك، يعني in the future. بروبرتي اللي هي معناها أملاك، بتساوي في المعنى كلمة inventions اختراعات، impression انطباع، position ممتلكات، suggestion اقتراحات. طبعا دي معناها ممتلكات، وposition برضو معناها ممتلكات. A growing number of households have at least one computer. طيب الفكرة هنا في السؤال ان هو بيسألك على معنى كلمة household، وهاوس هولد زي ما انت حافظ في الكلمات معناها اهل البيت، تمام؟ طيب كلمه اهل البيت دي the big buildings in certain city، المباني في مدينه معينه، ولا the people who live together in one house، الناس اللي عايشين في البيت، ولا المكاتب اللي في شركه، ولا المقاعد اللي داخل غرفه معينه. دي اكيد بقى مقصود بها البيبل، الناس اللي عايشين في مكان معين. my dad said قال ابي from this moment and into the future، من الان وفي المستقبل، يعني من الان فصاعدا. بسألك بقى عن معنى كلمة من الآن فصاعدا اللي هي from now on. from now on معناها من الآن فصاعدا، من النهاردة وكل اللي جاي. بقولك a picture is worth a thousand words is worth a thousand words. بسأل عن معنى المصطلح ده اللي هو a picture is worth a thousand words. طيب الفكرة بتاعت الجملة دي كالتالي، لو أنا مثلا عايز اشتري عربية وانت بتقول لي أنا لقيت لك عربية، حلو، طب وصفها لي يا عم، فتقول لي لا الكلام ما يكفيش وصفها، تعال شوفها بعينيك. فالمصطلح ده معناه كده، معناه انك تشوف الحاجه بعينك ده احسن من ألف كلمه. ده معناه it's better to show than to tell، يعني من الافضل لك ان ترى بعينيك عن ان تخبر بالشيء. طب رقم 9 are feelings that good things will happen، هي مشاعر عندك ان الاشياء الكويسه هتحصل، دي اسمها expectations. المصطلح السؤال ده اتكرر كتير. the tool was a heavy piece of metal، هي عبارة عن أداة، فيها heavy piece of metal، فيها جزء ثقيل من المعدن. at the end of a long hand، في نهاية يد أو مقبض طويل زي ما رسمت لك كده، فدي الهامر اللي هو الشاكوش. طيب بعد كده شوية translation. أول جملة في الترجمة، طبعا الإجابة زي ما اتفقنا، زي ما هنعمل على طول، يعني الإجابة رقم جيم. طيب الباقيين غلط ليه؟ أولا في الجملة الراجل بيقول لك burnout is a mental problem that affects more people today، بيأثر على الناس. هنا بيقول لك يؤثر على المزيد من العمل، فدي باظت. الجملة التانية مشكلة هنا تؤثر على المزيد من الناس اليوم، يجب أقصى من راح التخلص من الإرهاق الذي يؤثر على كمية العمل. هو ما قالكش كمية العمل، قالك therefore get rid of burnout which affects the accuracy اللي هي الدقة، فدي كده باظت. رقم دال برضو
عشان قال لك في الاخر من الراحه لتقليل الارهاق، هو ما قالش تقليل، قال لك get rid of اللي معناها تخلص من، يبقى كده الاجابه رقم جيم. طب السؤال الثاني، الاجابه في السؤال الثاني الصح هي رقم جيم برضو. ليه الاولى غلط؟ علشان الاتي، هو في اخر الجمله وقال لك التوتر والقلق من التجارب الشائعه لمعظم الناس، ففي الواقع 70% من البالغين انهم يشعرون بالتوتر او القلق ديلي، نسي يكتب يوميا، يعني كده في قصور في الترجمه فباظت. رقم ب بيقول لك هنا التوتر والقلق، هو ما قالش كده في الجمله، قال لك ستريس اور انزايتي، يعني كده في خطا ان هو جاب لك هنا و، المفروض تكون او. الجمله اللي بعد كده، التوتر والقلق من التجارب ما اعرفش ايه من التجارب الشائكه، هو في الجمله ما قالكش الشائكه، هو في الجمله قال لك هنا ايه common experiences، التجارب الشائعه، يبقى كده احنا زي ما اتفقنا الاجابه رقم جي. طيب الجمله اللي بعد كده، الاجابه الصح هنا رقم باء. طيب الاولى خطا، علشان بقول لك في الجمله I should have done my best، كان ينبغي ان ابذل قصارى جهدي، هنا في الجمله جايبها يجب ان، وده مضارع بالرغم ان الجمله اصلا ماضي. طيب رقم باقي رقم جيم، الخطا فيها يجب كان يجب ان ابذل الافضل، ما قالش الافضل، قال لك هنا do my best، ان ابذل قصارى جهدي. في رقم دال بيقول لك كان يجب ان ابذل ادنى، لا ده اقصى او قصارى، يبقى كده الاجابه رقم ب. اللي بعدها بيقول لك اول واحده قد يبدو الامر متناقضا، او الاجابه الصح هنا في دي هي رقم A الف يعني. طيب رقم B غلط ليه؟ بيقول لك it might، يعني معنى ربما، والجمله هنا ما قالكش، قال لك يبدو الامر مباشره، ما قالش ربما، وهنا يبدو برضه فدي باظت. طب هنا قال لك قد يبدو الابدو متناقضا فعلا، ولكن ممارسه التوتر البدني، هو مفيش حاجه اسمها التوتر البدني، اسمها physical stress، التوتر او اسمه الضغط البدني، انك تضغط على نفسك بدنيا تشتغل كتير يعني، يبقى الاجابه كده اصبحت رقم الف فعلا. طيب الجمله اللي بعدها برضه رقم واحد، الاجابه الصح هي رقم سي. طيب الاولى غلط علشان الاتي، هو في الجمله يقول لك environmental deprivation اللي هو الحرمان البيئي is the result of، هو نتيجه ليه، هو في الجمله قال لك هو غياب، ما قالكش نتيجه ليه، يبقى كده دي بوظتها من غير ما نكمل قراءه الجمله. حتى في اخر الجمله لمحت ان هو قال لك social problems، المشاكل الاجتماعيه، بالرغم ان هو بيقول لك الامراض النفسيه، يبقى اول واحده كده باظت. الثانيه رقم بي برضه باظت لاسباب، قال لك causes harmful diseases، يعني بيسبب امراضا ضاره، ما قالش ضاره، قال لك امراض نفسيه، فدي كده باظت من اولها. رقم سي قلنا صح. طب رقم دي، رقم دي بيقول لك presence، presence اللي هي وجود او حضور، في الرقم اللي في الجمله قال لك هو غياب، غياب يعني absence، وهنا عاملها presence، فكده باظت برضه. طيب الجمله اللي بعد كده رقم اتنين، قد تأثر صحتك النفسيه بشده كنتيجه مباشره للانهاك في العمل. الاجابه الصح هنا هي رقم A and B. طيب رقم A بيقول لك your mental health may be severely affected، ورقم بي برضو مايت بي، وانت عارف ان مي ومايت وكود يعني ده نفس المعنى. طب رقم سي هي الغلط، بس غلط ليه؟ كمل، قال لك يور مينتال هيلث ويل بي، سوف، الموضوع كده قاطع، هو في الجمله جايبها احتمال، يعني لازم تعملها مي او كود او مايت. الجمله اللي بعدها الاجابه الصح هي رقم سي. طيب الاولى غلط علشان الاتي، ركز بقى في الحته دي، بيقول لك ذا اكستريم ستريس، الاجهاد الشديد، ذات هاي سكول ستودنتس ار اكسبوزد تو، الذي يتعرض له طلاب المدارس الثانويه، has a bad effect، يعني له، هو في الجمله ما قالكش له، قال لك يمكن ان يكون له، يمكن ان يترك، فهنا has دي غلط وهاف غلط وكان بي ممكن تكون، ممكن تكون لها يعني، بس هنا المفروض ما تبقاش had، يعني المفروض نقول كان هاف a bad effect، هو عاملها كان بي هاد، مش حاجه اسمها كان بي وتصريف التالت اصلا يبقى هاد. طيب عشان هاد ما بيجيش في المجهول. رقم اربعه، الاجابه الصح فيها رقم A. طيب بس ببساطه كده بيقول لك قد كان بمقدوري ان اسافر، يعني كان ممكن اعمل حاجه معينه لكني عملت حاجه تانية، يبقى كود هاف تصريف تالت، وهو جايبها لك هنا كود، لكن هنا شود وهنا ماست وهنا كانت. شود معناها كان يجب ان اسافر، ودي اكيد سافرت، ودي ما كانش، او دي اكيد ما سافرتش. طيب بعد كده ندخل على جزئيه الامتحان، working for several hours without a break is something A، انك تشتغل ساعات عديده من غير ما تاخد راحه، فده شيء، exhausted معناها متعب، تعبان يعني قرفان زي ما قلت لك كده، stressed معناها مضغوط، معناها ايه مضغوط؟ يعني تعبان برضو قرفان برضو. طب stressful معناها مسبب للضغط، فالعمل لساعات طويله دون ان تاخذ راحه ده شيء stressful، وعلى فكره كان ينفع نقول exhausting يعني متعب او مجهد. طب it is the policy of the company، انها سياسه الشركه، to not the quality of our products، انها تعمل ايه في جوده المنتجات، as much as possible، قدر المستطاع، consider يعتبر
وسكولد يعني يشجب او يشتم يعني، وكلير اوف معناها يبرئ او يوضح او ينقشع، يبقى امبروف الشغل الشاغل للشركه، سياسه الشركه انها تحسن الانتاجيه او جوده المنتجات. رقم ثلاثة، in this hotel في هذا الفندق rooms are available in 5 price، في الفندق ده الغرف متوفرة في 5 price categories يعني في 5 تصنيفات أو 5 فئات سعرية. messages رسائل، management الإدارة، و burn out الإرهاق. two not is to push your lower lip. احنا متفقين ان scold بنجيب بعدها scold معناها يشتم أو يسب، بنجيب بعدها الشخص اللي انت شتمته. I scolded my son suppose يفترض. فرون دي قلنا بتيجي مع الاي برو لما يكشر بعينيه بيقض بوجهه يعني، وبوت لما يكشر باللبس. هو الراجل قال لك لور ليب يبقى دي بوت. تيكينج ريست ويل ميك يو نوت جود، انك تاخد راحه فده سوف يجعلك تشعر بتحسن يبقى فيل جود. فيل والصفه بعدها زي ما اتفقنا فيل جود يعني يصبح جيدا. ذا فريش اير اوف ذا كانتري سايد امبروفد هيز هيلث، الهواء النقي يعني اللي في الريف امبروفد يعني حسن من صحته. احنا متفقين ان كلمة improve دي لو معناها يحسن فهي كده معناها هتساوي make better، make better او promote و enhance والناس دول. طب لو معناها يتحسن هيبقى كده هتساوي كلمة get better بس. طيب فانت بتقول الهواء ده حسن من صحته، حسن يبقى make و get، make و promote و enhance و boost وكده، يبقى كده A and B. طب she was not about her safety when her car broke down in a dark area of the road، هي كانت قلقة بشأن أمنها عندما السيارة تعطلت في مكان مظلم في الطريق. طب كلمة anxious اللي معناها قلق أو متوتر، external داخلي، positive إيجابي ومعناها متأكد زي شور، negative سلبي. your influence إن تأثيرك على الأطفال، يبقى كلمة influence معناها تأثيرك، يبقى كده noun، ناخد له noun. طيب رقم 9، outside prison خارج السجن، المجرمين بيكونوا out of control يعني خارج السيطرة، لو خدنا under control يعني تحت السيطرة. توم doesn't feel good، توم ما تحسنش وضعه. I think he not a doctor، اعتقد ان هو يجب ان يرى طبيبا، يبقى should see. طبعا might see ربما، can't see يعني اكيد لا يرى، و couldn't see يعني لم يستطع ان يرى. you not to get more practice if you want to pass your driving test، هنا في to ما فكرش في must لان must ما يجيش بعدها to ولا could، ولا ينفع اقول had to مع to، يبقى اصبحت need to. انت يجب ان تاخذ او ان تمارس يعني اذا كنت تريد ان تنجح في الامتحان. طيب the doctor not get here as soon as he can، الطبيب يجب ان يصل الى هنا باسرع ما يكون. طبعا had to ما تنفعش لان كان مضارع يعني الجمله مضارع، انت بتقول الطبيب يجب ان يصل باسرع ما يستطيع مضارع، ودي ماضي طبعا منفي كمان، وانت عايز بتقول ان الطبيب يجب ان يصل يبقى must، لكن mustn't معناها ممنوع يصل، انت كده عايز تموت الراجل. 13 بيقول لك if you are an employee، لو انت موظف، you get your employer's permission before leaving work، لو انت موظف فانت المفروض تاخد اذن المدير بتاعك قبل ما تمشي، انت مجبر انت مضطر مش بارادتك، يبقى الزام خارجي في have to. he went by bus but he is in his car، بيقول لك هو سافر بالباص لكنه كان بامكانه ان، كان ممكن يسافر بالكار بس سافر بالباص، يبقى could have the bus to participate. طيب خد بالك احنا هنا خدنا ان هيز كار، ما ينفعش نقول باي هيز كار، ليه؟ حته كانت خدتها في ايام ما كنت في اعدادي ان باي بيجي بعدها كل وسائل المواصلات بلا استثناء ايا كانت هي ايه، بناخد اون بعدين بنجيب فاصل وبعدين كل وسائل المواصلات عدا الكار والتاكسي، دي حته انت خدتها في اعدادي. طيب ان بنجيب بعدها فاصل ودي خاصه بالكار والتاكسي بس. طيب عايز اقول لك انا سافرت بالقطار، يبقى باي ترين او اون ا او ذا او ماي ترين. طيب ينفع اقول اون ا كار؟ لا، انا قلت لك مع كله ما عدا الكار والتاكسي، لان الكار والتاكسي لهم حته خاصه بيهم اللي هي ان، ان ا كار، ان ا تري، ان ا تاكسي، ان ا اي حاجه تانية غير الكار والتاكسي يبقى كده غلط. طيب هو هنا الراجل قال لك هنا ان عشان دي خاصه بالكار والتاكسي زي ما اتفقنا. طيب بعد كده الجمله بقول لك 15، you have to pay a fine، انت لازم تدفع غرامه، يجب عليك ان تدفع غرامه يعني. you so fast mustn't have driven، ما فيش حاجه في الاستنباط اسمها mustn't. don't have to drive يعني مش لازم تمشي بسرعه. طب ماشي، ما هو لو انت قلت لي don't have to يعني لو انا مشيت بسرعه انا حر، ليه قلت لي هدفع غرامه؟ طب shouldn't have driven المفروض ما كنتش تمشي بسرعه، ان didn't drive دي مضارع والجمله اصلا ماضي، يعني اقول لك ايه
انت يجب ان تدفع غرامة انت المفروض ما كنتش تمشي زمان في الماضي يعني بسرعة. طيب عادل او احمد، let's not that film, it is boring. الفيلم ده ممل، يلا ما نسمعوش، يبقى not watch عشان انت بتقول هيا لا نفعل. القطعة بقى بيقول لك فيها قطعة دي لطيفة جدا، everyone has one hobby or another، كل واحد عنده هواية او اخرى يعني. of all hobbies، من بين كل الهوايات، I do believe that reading is the simplest and most useful. انا من بين كل الهوايات انا مؤمن بان القراءة هي الاكثر simplest يعني الابسط والاكثر فائدة. How can we increase the benefits of reading and make it easier؟ كيف يمكننا أن نزود من فوائد القراءة ونجعلها أكثر سهولة؟ I think that، أعتقد أن، we should start a book club for secondary and university students. أنا شايف أن احنا المفروض نعمل نادي كتاب لطلاب الثانوية والجامعة في المدينة. We could read both Arabic and English books، عشان هنعرف نقرأ كتب إنجليزي وعربي. We could have meetings every week or two، ممكن نعمل اجتماعات كل أسبوع أو اتنين in the summer، and once a month during the second year the school year، ومرة واحدة في الشهر أثناء السنة الدراسية. Here are the reasons for which I think we should have book club، وأنا هدي لك الأسباب اللي أنا عشان شايف يعني إحنا المفروض نعمل book club. أولا، if we have book club it will encourage us to read more، نادي الكتاب ده رقم واحد هيشجعنا نقرأ كثير. اتنين، it is known that if people read a lot they will write better، معروف ان الناس لو قرأوا كتير هيكتبوا بشكل افضل. so this will help us in two ways، وده هيساعدنا بطريقتين، يعني انك تكتب كويس وانك تقرأ كويس. secondly we will develop some responsibility، احنا هنطور نوع من انواع المسؤولية. if we take turns leading the discussion at meeting، لو احنا تناوبنا الادوار على ان احنا ندير الجلسة في الاجتماع او في المقابلة يعني، the leader will have to read the book carefully، القارئ هيضطر ان هو يقرأ بشكل بعناية يعني. thirdly، ثالثا، discussing books will help us to overcome any shyness، مناقشة الكتب هيخلينا نتغلب على الخجل، لانك انت هتكلم وتناقش وكده. everyone will have to say something، كل واحد لازم يقول حاجة. reading good books will be a better way to use our time than playing computer games، بيقول لك قراءة الكتب هتكون افضل ان احنا نعملها بدل ما نضيع وقتنا في العاب الكمبيوتر او في قراءة الكوميك بوكس. والراجل كان جايب ده عليه سؤال، الراجل ما بيحبش كده يعني، او شايف ان قراءة الكوميكس بوكس دي حاجة مش لطيفة. don't you agree with me، انت متفق معايا ولا لا؟ اول سؤال بقول لك the best title، افضل يعني ممكن نستخدمه للقطعة دي، هو يا ترى رقم واحد merits of joining book clubs يعني مزايا انك تدخل في نادي الكتاب، ولا reading becomes useless القراءة اصبحت بلا فائدة، ولا عيوب الالتحاق بنادي الكتاب، ولا people are no longer الناس ما عادوش مهتمين بالقراءة. ما اجابش اي سيرة حد من دول، هي رقم ايه؟ مزايا الالتحاق بنادي الكتاب. what psychological effect، ايه التأثير النفسي اللي الممبرشيب اللي عضويتك في نادي الكتاب هتعملها لك؟ انك انت رقم واحد it helps members to get over their shyness، هتساعد الناس ان هم يتغلبوا على الخجل. طب رقم بي، بتساعدهم ان هم يقللوا من المسؤوليات القيادة؟ لا طبعا، ده انت هتبقى عندك مسؤولية قيادة اكتر. بتساعد الاعضاء ان هم يكتبوا افضل؟ طيب ركز معايا، هو الراجل قالك ان القراءة هتساعدك انك تكتب كويس، لكن الجانب النفسي، هو بتكلم عن الجانب النفسي يعني نفسيا، الخجل ده نفسي. طيب رقم 19، according to the passage، وفقا للقطعة، كلمة overcome يعني overcome يعني يتغلب على، كلمة تغلب على دي معناها surrender يستسلم، هو عايز معناها دي كده عكسها give up يستسلم، ولوز يخسر، defeat يعني يهزم، انك تتغلب على مخاوفك يعني تهزم مخاوفك. after reading the passage، بعد ما قرأنا القطعة، what type of books does the writer think less useful، انها الكتب اللي الكاتب شايفها ان هي اقل لفايدة، الكوميك بوكس، قالك ما تضيعش وقتك في الكوميك بوكس والكمبيوتر جيمز. what happens if people read a lot، ايه اللي يحصل لو ناس قرأوا كثير؟ they join book clubs، ما هم اصلا هيدخلوا البوك كلاب عشان يقرأوا، فطبعا ده غلط. they learn to write better، زي ما هو قال، قال لك الانسان اللي بيقرأ كثيرا هيتعلم ان هو يكتب كثيرا. the writer thinks that، الكاتب شايف ان البوك كلابس encourage reading، بتشجع القراءة، ولا disturb books، لا ده سوري book clubs، ان ندي الكتب distribute يعني بتوزع كتب، ولا readers should read only books، ولا القراء يجب ان يقرأوا كتبا فقط، ولا readers shouldn't make discussions، المفروض ما يعملوش مناقشات. الكاتب شايف ان القراءة، ان قراءة الكتب دي
او ان البوك كلابس يعني هتشجع على القراءة، لانك انت هتلاقي نفسك متحفز لانك عايز تعمل بكرة تلقي كلمة. is a good way for spending time، وفقا للقطعة ايه افضل طريقة انك تقضي وقتك؟ انك انت تقرأ في كتاب. اول باراجراف بتعامل مع ايه؟ تعالى ما نقرأ اول باراجراف، لان السؤال ده اصلا في حاجة غلط، او هنختار الاقرب يعني للصواب. اول باراجراف اللي هو جزئية دي كده زي ما اتفقنا، انت عارف اول باراجراف اللي هو ده لحد هنا كده، ده كده اول باراجراف. الراجل بيقول لك ايه بقى؟ everyone has one hobby or another، كل واحد بيكون عنده هواية واحدة او هواية اخرى. of all hobbies، من بين كل الهوايات، انا مؤمن بان القراءة هي ابسط واكثر الحاجات دي فائدة، بس كيف يمكننا ان نزود منافع القراءة ونجعلها اسهل؟ تعال نشوف كده بقى. الراجل بيقول لك هنا الباراجراف ده بيحكي عن the importance، عن اهمية book clubs، نادي الكتب، ولا عن فوائد قراءة القراءة alone لوحدك، وما جابش سيرة انك تقرأ لوحدك اصلا، ولا الهوايات many hobbies are better than reading، في هوايات كتير افضل من القراءة، هو شايف ان القراءة افضلهم، ولا advantages of reading. انا كده شكيت في رقم ايه ورقم دي. يا ترى بيتكلم عن importance of book clubs، هو ما كانش جاب سيرة البوك كلابس في اول باراجراف اصلا، يبقى دي الادق لكنها مش الدقيقة 100%، لان في اول باراجراف هو ما قالكش عن مميزات القراءة، قال لك ان كل واحد ليه هواية وانا بحب القراءة اكتر شيء. طب باراجراف القطعة التانية، I am one of those people who are not for spending too much for money on study of space، انا واحد من الناس اللي مش مؤمنين بانفاق النقود الكثيرة على الفضاء. I don't mean that we should stop studying space، مش قصدي ان احنا نبطل دراسة الفضاء ولا حاجة. I only want to direct some of the much money spent on space research to studying other fields and places that I think are much more important than profitable. بقول لك انا شايف ان احنا ندرس مجالات تانية، المجالات التانية دي اكثر اهمية من كونها ربحية. We spend billions of dollars to study the sun، احنا بندرس بليارات عشان ندرس الشمس والكواكب والنجوم البعيدة. We should stop this، نتوقف عن ذلك. And study the oceans instead، نبدأ ندرس مثلا المحيطات على سبيل المثال بدلا من ذلك، عشان المحيطات دي بتغطي 70% من الأرث، من الأرض. Oceanography، علم دراسة المحيطات يعني، is important than space science. It researches processes that directly affect our lives. ده سؤال عليها أسئلة في الاختيار اللي ورا. الأوشنوغرافي بتدرس العمليات اللي بتأثر على حياتنا بشكل مباشر. على سبيل المثال، we release tons of waste into the oceans every year، احنا بنرمي اطنان من القمامة في المحيطات كل سنة. oceanographers اللي هم الناس بتوع المحيطات who specialize in various fields can tell us the results of polluting on marine life، بيقول لك الناس دول هيقولوا لنا ايه تأثيرات التلوث على الحياة البحرية. on the chemistry of the seas، على الكيميائي، على كيميائية البحار. and on the currents، وعلى التيارات المائية اللي هي حركة المياه. that affect climate، اللي كل ده بس على المناخ. we know that in different parts of the seas، احنا عارفين ان في اجزاء مختلفة من البحر distinctive forms of life have evolved، ان في اشكال مختلفة من الحياة بدأت تتطور. there are even living things that don't depend on the sun for energy، وبعدين في اصلا كائنات مش محتاجة شمس. maybe we can learn something useful by studying them، ربما انه يمكننا ان نتعلم شيئا مفيدا عن طريق دراستهم. there are vast areas of the oceans، في اماكن فسيحة من المحيطات، خصوصا in the deepest water، في اعمق اجزاء المياه. اعمق جزء في المياه زي ما اتفقنا قبل كده وزي ما احنا عارفين اسمه تشالنجر ديب، زي ما هيجي دلوقتي. that are unexplored، الاماكن دي غير مكتشفة مكتشفة تماما. this is where we should be researching not the stars، وهو ده المكان اللي المفروض نكون بنبحث فيه، ما نروحش نضيع وقتنا في الستارز، في النجوم. طيب تعالى بقى على اول واحدة كده، بيقول لك هنا what is the main idea of the passage، ايه الفكرة الاساسية في القطعة. studying space is a waste of time، يعني دراسة الفضاء ده مضيعة للوقت، ولا studying oceans and seas is more useful than studying space، دراسة المحيطات والبحار اكثر فائدة من دراسة الفضاء، هو طبعا قال كده فعلا. studying deep seas is useful، انك تدرس البحار العميقة ده شيء مفيد، ولا توفير المياه ده شيء، توفير المال ده شيء ضروري. طبعا الراجل في القطعة بيقول لك ان احنا ندرس الفضاء ايوه، بس ما ندرسش الفضاء ونسيب الباقي، يبقى رقم بي 26. بيقول لك if we study oceans، لو احنا درسنا المحيطات، we may explore more about marine life، هو قال كده فعلا في اول سطر في الصفحة الثانية، قال لك ان احنا هندرس هنستكشف كثيرا عن الحياة البحرية، ولربما نلوث البيئة، ولا they can be distinctive، هيكون شيء مميز، نبقى احنا عملنا حاجة ما حدش عملها،
ولا هما ممكن يكونوا ما لهمش ربح. يبقى الإجابة فعلا رقم إيه، دراسة المحيطات هتكون هتعرفنا معلومات أكتر عن الحياة البحرية. إيه المناطق اللي في البحر والمحيطات do you think are impossible to study، الأماكن اللي أنت ما ينفعش تدرسها مستحيل تدرسها؟ الأماكن اللي فيها مياه دافئة، ولا الأماكن البعيدة، ولا shallow areas الأماكن اللي فيها الأمواج الهائجة يعني. طبعا دي تشالنجر ديب، اللي هي معناها تشالنجر ديب معناها أعمق نقط أو نقاط في البحار في المحيطات. Oceanography researchers، ده السؤال ده موجود نصا، بروسيس ذات بيدرسوا البروسيس يعني ذات دايركتلي افكت اور لايف، ده اللي عملت لك عليه دايره. طب it can be inferred from the writer's words، ذات نعرف نستكشف من كلام الكاتب ده ايه. رقم واحد much money is spent on the study of oceans and seas، نقود كثيره بتنفق على دراسه المحيطات والبحار. لا طبعا ده الراجل بيشتكي من قله الفلوس دي. A lot of research is done on marine life، بحث كتير بيتعمل على marine life، ده هو بيطالب بعمل بحث كثير على marine life. Studying space is more important than the study of marine life، دراسة الفضاء أكثر أهمية من دراسة الحياة البحرية، ده هو ما قالش كده، ده هو قال العكس. We should spend more money on studying oceans and seas، يعني احنا المفروض نصرف فلوس أكتر بقى على دراسة البحار والمحيطات، وده اللي هو قاله الراجل. إيه من دول is the writer's comparative point، يعني إيه النقطة الجدلية اللي الراجل المؤلف ده مؤمن بيها. Studying oceans دراسة المحيطات هي أكثر ربحا من دراسة الفضاء، ولا دراسة المحيطات هي مهمة زي دراسة الفضاء، ولا دراسة الفضاء أكثر ربحا من المحيطات، ما قالش دي خالص، ولا دراسة الفضاء مهمة زي دراسة النجوم. تعال نشوف بقى في الأول، احنا استبعدنا رقم سي مش معانا خالص، بس احنا في الآخر الراجل بيقول لك دراسة الفضاء مهمة زي النجوم، ما قالش كده، هو قال لك ان احنا المفروض نصرف بقى فلوس اكتر على النجوم والفضاء اكتر من اللي بنصرفها على الاثار على النجوم وال لا ده هو قال لك المفروض نصرف فلوس اكتر على المحيطات من اللي بنصرفها في الفضاء. تمام، الجمله رقم دي غلط لاسباب، ان هو بيقول لك ان الفضاء هو النجوم، يعني دراسه الفضاء زي مهمه زي دراسه النجوم، احنا كده ما عملناش حاجه، المفروض نقول الفضاء مهم زي المحيطات. يبقى كده رقم 2 سي ودي غلط معانا، باقي معاك A و B. تعال نبص على رقم B عشان نشطبها، دراسة المحيطات هي مهمة زي دراسة السبيس الفضاء، هو قال لك انها اكثر اهمية حتى لو ما كانتش اكثر ربحا، يبقى رقم A اللي صح. The last paragraph deals with، اخر باراجراف بيتعامل مع ايه؟ تعال على اخر باراجراف كده نبص عليه، اخر باراجراف اللي كان بيقول فيه ايه يا شباب، بيقول لك ان احنا عارفين كلنا ان في اجزاء مختلفة من البحار فيها اشكال مختلفه ومميزه من الحياه البحريه بدات تتطور، يعني كده بيحكي عن الحياه البحريه في المحيطات. تعال نشوف different marine lives، الحياه البحريه المختلفه في المحيطات، ايوه هي فعلا دي. استكشاف الفضاء، ما بتكلمش عن الفضاء خالص. دراسه الاوشنوغرافي، ولا saving money to explore the space، نوفر فلوس عشان الفضاء. لا يبقى كده رقم 31 ايه، 31 ايه اللي هي اللي بتكلم عن اشكال الحياه البحريه المختلفه، وان في كائنات بدات تظهر وتتطور واحنا ما نعرفهاش. according to the passage، وفقا للقطعه. The writer supports، الكاتب بيدعم استكشاف الفضاء لأن هو ذات قيمة عالية. لا طبعا الأوشنوغرافي هو الحل لكل مشاكلنا على الأرض، ملوش علاقة خالص بحل مشاكلنا على الأرض، هو هيوفر لنا معلومات عن المارين لايف بس. The writer doesn't refuse exploring space completely، الكاتب مش رافض كلية استكشاف الفضاء، وده فعلا صح، وقال استكشاف الفضاء عادي يا جدعان، بس في 70% من الأرض ما محدش بيدرسه. طيب الترجمة رقم 33، الجملة دي رقم ب اللي صح. طيب الأولى إيه بقى؟ نحن نعيش في عصر التكنولوجيا، وفي الجملة قال لك we live in the age of the internet، الإنترنت، يبقى دي كده باظت. طب التانية نحن نعيش في عصر الفضاء، برضه باظت. نحن نعيش في عصر الإنترنت، تمام كده مظبوطة، بس فيها حاجة غير الإنترنت، إيه هي؟ كمل كده معايا. حول العالم في ثوان ويتم إتاحتها مجانا للأشخاص في بلدان أعظم، مش عارف كده. كلمة مجانا ديت فين؟ تعال نبص كده. Around the world in seconds and it's available to people in more countries، متاحة للناس في دول أكتر، ما قالكش مجانا خالص. 34 there are a lot of كذا، في رقم 34 دي الإجابة الصح، كلهم غلط بداية. تعال نترجمها الأول عشان لما ننزل أقول لك كلهم غلط يبقى أنت مقتنع. هناك الكثير من الوظائف التي يمكن أن نقوم بها أونلاين، تمام، دو نقوم بها عبر الإنترنت. هذه الوظائف تتنوع وفقا للمهام المطلوبة والتي تناسب كثير من الناس الذين هم حاليا unemployed، غير يعني موظفين او عاطلين. كل دول غلط، احنا هنمسك الاولانيه دي بس نشيل القليل ونحط مكانها الكثير.
هناك الكثير من الوظائف التي يمكن القيام بها عبر الإنترنت، وتختلف هذه الوظائف وفقا للمهام التي يتطلب العمل بها، وهو الشيء الذي يناسب الكثير من الأشخاص الذين ليس لديهم وظائف في القيام بها. طب رقم بقى دي غلط عشان الآتي، هو قال لك هنا وفقا للراتب، هو في الجملة ما قالكش الراتب، وهنا رقم جيم بيقول لك الوظائف التي يمكن قبولها، ما قالكش قبولها، قال لك دن يعني القيام بها. طيب هناك الكثير من الوظائف التي تبحث عن، ما قالكش تبحث عنها برضه، التي يمكن القيام بها عبر الإنترنت، ما قالكش تبحث عنها على الإنترنت. رقم 35، طبعا 35 رقم دي اللي صح، بس برضه نعرف ليه الأولى غلط. قال لك هنا work hard and respect others، اعمل باجتهاد واحترم الآخرين، هو قال لك هنا اعمل كن إيجابيا واعمل بجد وتقبل الآخر، يعني accept the other. رقم واحد كده شلناها عشان خاطر respect من أولها. في رقم اتنين بيقول لك don't concern yourself with attacking others without objectivity. work hard and agree with. agree with يتفق مع، هو في جملة ما قالكش يتفق مع، قالك تقبل. طب واللي بعدها بقى ايه غير agree with and accept؟ اه تمام مظبوط accept. don't concern yourself with criticizing others without creativity، دون ما creativity دون ما ابداع، هو في الجملة ما قالكش من غير ابداع، قالك بدون موضوعية، يبقى كده دي غلط. رقم دي نفس القصة بس هو قال لك هنا objectivity، وقال لك accept other تقبل الآخر، important thing is for us to learn from our mistakes. تمام يبقى كده رقم دي اللي صح. طيب السؤال 36، في 36 الإجابة الصح رقم دي اللي هي مستخبية تحت اللي هي دي هنا الأولى. أول واحدة minister of education is interested in developing students innovation، هو في الجملة ما قالكش innovation، هو في الجملة قال لك روح الابتكار، يبقى كده innovation ده غلط. طب في رقم بي قال لك هنا keep peace، peace اللي هو السلام، هو في الجملة بيقول لك keep peace with اللي هو يساير، اللي هتكتب كده keep peace with يعني يساير، هو عامل هنا peace اللي هو السلام، فكده باظت من غير ما نكمل. طيب الجملة رقم سي الخطأ فيها فين؟ بيقول لك the ministry of culture، وزارة الثقافة، وقال لك وزارة التربية والتعليم، يبقى رقم دي اللي صح. الجملة اللي بعد كده ايه من دول ممكن نستخدمها في الفورمال ايميل؟ باي دي في الانفورمال تمام، طب دير فريند دي في الانفورمال ده صاحبك بتقوله يا صديقي، ولاف فروم كل الحب مني، يبقى دي برضو انفورمال يعني غير رسمي، يبقى الاجابه كده رقم سي. ايه من دول كان اند ان ايساي ممكن ينهي يعني مقال اباوت ذا ميريتس اوف تشينجينج كارير، عن مزايا تغيير الحياه المهنيه. بص خد بالك ممكن ينهي، طب اول حاجه مور اوفر دي ما بتكونش في الخاتمه، دي بتكون في المتن. ان كونكلوجن دي ختام، تو ستارت دي في المتن برضو ملهاش علاقه بالكونكلوجن. ان شورت يعني رقم بي وسي، سوري بي ودي هما الاثنين يجوا في الخاتمه، بس انا بقول لك ايه من دول ينفع نستخدمها في الخاتمه عن مزايا تغيير الوظيفه. تعال نشوف رقم بي، بيقول لك تشينجينج كارير از فيري امبورتنت اد يو كان اكواير اوت اوف فاريس اكسبيرينسز ان ديفرنت فيلدز، يعني تغيير الحياه المهنيه ده هو شيء مهم، حيث انك انت تكتسب الكثير من الكثير من الخبرة في مجالات مختلفة. في رقم دي changing career could be a waste of time، مضيعة للوقت، يبقى دي مش ميزة، يبقى احنا كده اختار الإجابة رقم بي عشان هو بيتكلم على ميزة من المميزات. 39 which of the following is part of an essay about the changes you have experienced in your life، ايه اللي بيحكي لك عن التغيرات اللي انت عايشتها في حياتك. اول واحدة for some people، لبعض بالنسبة للناس كتير changing career direction could be risk. سوزي عمال يتكلم عن الناس، يعني هنتكلم عن ايه في جملة about the changes you اللي انت عملتها، يبقى دي باظت. lack of work experience، نقص خبرة العمل، ربما يكون عقبة كبيرة when applying for a job، عندما تتقدم الوظيفة، ملوش دعوة برضو بال change career او التغيرات اللي انت عملتها في حياتك. personally بما انه قال لحياتك، فpersonally دي ركبة معانا بس هنكمل. I have a lot of experiences، انا عملت كثير من التجارب في حياتي due to the various situations، بسبب المواقف المختلفة اللي أنا كنت بمر بها في حياتي، برقم سي اللي صح عشان الراجل في الجملة قال لك نفسك أهو about changes you، وقال لك هنا in your life يعني نفسك، يبقى personally دي مظبوطة. السؤال رقم 40 هو آخر سؤال معانا النهاردة which of the following is punctuated correctly، إيه من دول معمولها ترقيم سليم؟ هنمسك واحدة بواحدة. I won't tell you however، مع however دي أنت قدامك خيارات، أولا إنك تعمل how ever في نص الجملة كابيتال وتجيب قبلها نقطة وبعدها كومة، أو إنك تعمل هاو ايفر سمول فبعدها وقبلها كومة. الراجل هنا جايب لك نقطة بس هي كاب سمول فده غلط، طب كابيتال
ونقطة وبعدين كما مظبوط، بس وونت ناقص ابوستروفي. طب دي نقطة وناقص الكما يبقى باظت، طب دي نقطة وكما وونت الابوستروف موجودة يبقى رقم دي اللي صح. كده احنا خلصنا بفضل الله الجزئية الأخيرة في الوحدة الرابعة، إن شاء الله نبدأ في الوحدة الخامسة وفقا للجدول. الفيديو ده كان ميعاده بالأمس فعلا، بس أنا كنت تعبان فما حبيتش إن أنا أعمله عشان ما أدلكش طاقة سلبية ومش هعرف أطلع أي حاجة فيه يعني. الحمد لله كده خلص على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.